زمان ضحكوا علينا وقالوا لنا ان الجواز شر لابد منه. طلع ده الكلام ده كله كذب. طلع الجواز شر لكن مش لابد منه ولا حاجة. نايس وان مان. طب والخلفة والعيال والعزوة؟ بقول لنفسي لما الواحد يكبر في السن وشه يكرمش ويبقى شبه كلينت إيسود في الفترة دي هتبقى so lonely. هتحتاج حد يبقى جنبك يعني تهزر معاه تقلش عليه ويستحملك. طب أنا راضي ذمتك تبقى lonely وسنجل كده وفريش ها وحر نفسك وطليق ولا تبقى ملون ليش بس معاك حد كاتم على نفس اللي جابك؟ مين احسن يا رجل؟ ده المؤبد بيخلص والجواز ما بيخلص. يعني هو ده رايك في الجواز يا كبير؟ لا طبعا يا بنت بهزر وعد صدق الكلام ده.